السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، نحن نعلم جميعاً أن التعليم عن بعد لا يعوض العملية التفاعلية بين المدرس والمتعلم داخل الفصل الدراسي، ولهذا المرجو من جميع التلاميذ المزيد من الاهتمام والمواظبة والاجتهاد قدر الإمكان حتى تتم هذه العملية التعليمية التعلمية بنجاح إن شاء الله، والله المعين. نلتقي اليوم في الحصة الثانية من حصة الإملاء، الأسماء الموصولة. بداية سنذكر بالأسماء الموصولة وكيفية كتابتها. قلنا الأسماء الموصولة يؤتى بها لوصل الكلام وربطه، فهو يوصل الجملة الأولى بالجملة بجملة تليها، ودائما يحتاج الاسم الموصول دائما يحتاج إلى جملة بعده. للتذكير قلنا الذي للمفرد المذكر، الذي يؤتى به للمفرد المذكر وتكتب بلام واحدة فقط. اللذان مثنى الذي، اللذان تكتب بلامين للمثنى المذكر. الذين جمع المذكر وتكتب بلام واحدة فقط. التي للمفرد المؤنث وتكتب بلام واحدة فقط. اللتان مثنى التي، اللتان وتكتب بلامين للمثنى المؤنث. اللواتي جمع التي، لواتي تكتب بلامين وهي للجمع مؤنث. جيد، اكتبوا الخط صفحة 126 وسوف ننجز التمرين السابق. سنقوم بتصحيح التمرين الذي وضعته في الحصة السابقة. أملأ الفراغ بما يناسب. رأيت البنت قطفت الأزهار. سأربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية ليتضح لنا المعنى. ما هو الاسم الموصول المناسب هنا؟ البنت للمفرد المؤنث، ما يناسبها؟ نعم، جيد. التي، رأيت البنت التي قطفت الأزهار. دخل، طرق الباب. من الذي دخل؟ هو مفرد مذكر، هو تعود للمفرد المذكر، الضمير الملائم لهذا أو الاسم الموصول الملائم. الذي دخل، الذي، جيد. دخل الذي، طرق الباب، هنا اتضح المعنى. أقبل الولدان، نجحا في الامتحان. سأربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية باسم موصول مناسب للمثنى المذكر. الولدان مثنى مذكر، هما نجحا، إذا الاسم الموصول المناسب أحسنتم، اللذان. لاحظوا تكتب بلامين، اللذان، اللذان. ونقول أقبل الولدان اللذان نجحا في الامتحان، ممتاز. حضرت النساء فزن بالمسابقة. لن يتضح المعنى إلا إذا ربطنا باسم موصول بين الجملة الأولى والجملة الثانية ليتضح لنا المعنى. حضرت النساء، نساء جمع المؤنث، هن فزن، نساء جمع مؤنث، نعم الضمير الملائم. أحسنتم، لواتي أو اللائي، لواتي. لاحظوا اللواتي تكتب بلامين، فزنا بالمسابقة. حضرت النساء اللواتي فزنا بالمسابقة. البطريق هو الطائر لا يطير. جيد، الطائر مفرد مذكر، الاسم الموصول الملائم هو الذي، ممتاز. ونقول البطريق هو الطائر الذي لا يطير. أحسنتم، حاولوا أن تصححوا التمرين في دفتر المنزل. جيد، أؤكد على طريقة كتابة الأسماء الموصولة. جيد، أحسنتم. الآن سنمر إلى التمرين في كتاب القراءة صفحة 126.
أذكر أن كتابة الخط صفحة 126. أصل بسهم لأكون جملا مفيدة. الحيوانات العاشبة هي، نعم هي تعود للضمير المفرد المؤنث، هي التي، نعم أحسنتم، هي التي، نكتب هي التي، نعم الحيوانات العاشبة هي التي ماذا؟ جيد، تتغذى على العشب. قدم البطريق هما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، نعم هما اللتان، أحسنتم، اللتان تساعدان. قلنا الاسم الموصول يصل الاسم بالفعل، اللتان للمثنى المؤنث، إذن تساعدان نقول للمثنى المؤنث تساعدان، نعم جيد، هما يساعدان للمذكر وهما تساعدان للمؤنث، هما تساعدان، جيد. هذان الطائران هما، طائران مفرد مذكر، هما، جيد، لداني هما اللذان، الفعل المناسب حبس، أحسنتم، حبس للمفرد للمثنى المذكر. هذا إذا نقول هذان الطائران هما اللذان حبسا في القفص، جيد. هذا هو الغراب مفرد مذكر، نقول هو الذي، أحسنتم، هو الذي، نعم الفعل الملائم للمفرد المذكر طرد، جيد، طرد، هو الذي طرد من الغابة، ونقول هذا هو الغراب الذي طرد من الغابة، جيد. الآن سوف نتمم الجملتين باستعمال الذي، التي، الذي للاسم للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث. احذر الكلاب الضالة فهي، نعم من يتمم الجملة؟ أحسنتم، فهي احذر الكلاب الضالة، فهي التي، هي للمفرد المؤنث، فهي التي تؤذيك، جيد. الجملة الثانية، ارحم ضعف الحيوان فهو للمفرد المذكر، نعم الذي، نعم ارحم ضعف الحيوان فهو الذي، نعم فهو الذي يحتاج إلى الرفق، ممتاز، يحتاج إلى الرفق، جيد. المرجو منكم إنجاز هذا التمرين في كتاب القراءة صفحة 126. أتذكر وأكتب، من يذكرني بالجملة الأخيرة من الحكاية؟ أحسنتم، فلقينا جزاء طمعهن وشراهتهن، الشراهة وهي الجشع في الأكل، نعم جيد. ونكتب هنا الجملة الأخيرة من الحكاية، فلقينا جزاء طمعهن وشراهتهن. وإلى هنا تنتهي حصة هذا اليوم، وأشكركم على حسن التتبع، وإلى اللقاء.